في إطار تنصيب الأعضاء الجدد للجنة التوجيهية لمراجعة والتدقيق في شهادات الموظفين موظفين الدولة، أكد رئيس الوزراء بهيمي بدكاء البير أن هذه العملية ستسهم في التسيير الجيد للإدارة العامة للدولة وحل أزمة رواتب الموظفين. خالد موسى الحرش. من خلال التنصيب الرسمي للجنة التوجيهية لعملية المراجعة والتدقيق في شهادات الموظفين المدنيين للدولة، فإن رئيس الوزراء باهيمي بدكاء البير يسعى إلى إيجاد الحلول لمسألة تكاليف الرواتب الشائكة، وإن القيام بهذه العملية تجيء تنفيذا للوعود التي قطعها أمام الجمعية الوطنية أثناء تقديمه للبرنامج السياسي. وخلال حفل التنصيب أوضح رئيس الوزراء الهدف من وراء هذه العملية، حيث شدد على المهمة النبيلة والحيوية لهذه اللجنة التي يقودها شخصيا وضرورة التوصل إلى النتائج المرجوة. وقال رئيس الوزراء إن انطلاقة هذه العملية واختيار مكتب سجيك أفريك للقيام بالعملية بتكلفة تقدر ب 320 مليون فرنك سيفا يعكس التزام رئيس الجمهورية الذي يسعى لجعل الإدارة العامة في تشاد جيدة وفعالة. وأضاف رئيس الوزراء أن اتخاذ القرار في هذا التوقيت تزامنا مع الأزمة الاقتصادية سيسمح للسلطات العليا ليس فقط بالكشف عن الشهادات المزورة، وإنما بإتاحة فرص التوظيف أمام الشباب. ونشهد رئيس الوزراء أعضاء اللجنة بالتعاون وسماح لكل الأطراف بتقديم مشاركتهم، ووصف هذه العملية بالتحدي الذي ينبغي مواجهته من أجل تحسين صورة الإدارة التشادية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن عملية المراجعة والتدقيق في الشهادات ستشمل الموظفين والمتعاقدين الذين التحقوا بالوظيفة العامة منذ العام 1996 وحتى العام 2016، كما أن عملية المراجعة والتدقيق نفسها تستغرق 6 أشهر.